السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ رجعتكم فيديو جديد معاكم مرتبة جيمر ماسلنز جيمز. أتمنى تنال إعجابكم على المقطع. حلقة جديدة من فورتنايت، أول فيديو أعرض به فيس كام، إن شاء الله يعجبكم. أوكي، خلنا نلعب جيم سولو. خلينا نشوف الايتم. شوف جديدة هاي. خل نشتريها. اوكي، طيب يلا نبدأ جيم. انا ختمت كل الانجازات، جاني انجاز يومي اس ام جي. حلو، نقتل اثنين بالاس ام جي. اوكي يلا خلينا نبدا. أكلات باللعبة. عادي بداية كل جيم لازم يحمل الماب، هاي المشكلة. لا كنت لون بالاس ام جي. طيب بدا الجيم، خلينا نستعد. نعم تلتي. هذا السلاح اسولت رايفل. حلو، اعذروني على التعليق.
من برنامج التصوير يا علي. هذا الـ SMG حلو. هذه سنايبر لا اوكي لاعبين بس ما قاعد اميز الواحد من اي جهة. اوكي حاليا اسلحتي كملت ما عندي نقص. طب اللاعب وينه؟ تي خرب. اوه لحظة سريع شوي ما قاعد اسيطر عليه بس بوت شلون اللاب ما ادري صار لاب باللعبة اعتقد بسبب التصوير عرفوني. المشكلة أول مرة أعرف فيس كام، فيس كام تعليق مالته مضاعف باللعبة. راح نتحمل يعني نشوف حظي بكذا أقدر أكتب اللاعبين. حلو. اوكي التحميل شوي صار سريع لان الماب قام يحمل. بالبداية كانت اللعبة تحتاج بعض التحميل او الوقت لذلك السبب اكو لاج. ان شاء الله يخف اللاج. بالنسبة للانترنت زين يعني هذا الاوقات في النهار بس اللاج عندي من التصوير يأثر على اللعبة طبعا يعني ياخذ من مساحة الهارد او مساحة الرام حق اللعبة او اللابتوب بالضبط. مكان اوكي نزع هذا المحل. شوتجن باندج الواحد نزل عنده سلاح خلينا نروح نخاطر نروح نواجه بس مشكلة بس شد ما عندي بس لا اوه راح عند اللامة
يلا مات عندي. لا قال لي واحد حرام. لا يلا عادي قتلنا واحد. اول مرة اسوي تجربة فيس كام، ما تنطوني اراكم بالفيديو، اذا تبدون استمر بها عادي، بس ان شاء الله القى حل لهاي المشكلة مال اللاج حتى استمر بالتصوير. انا المشكلة راح تعيقني شوية، داخل وقت اكثر مونتاج. اوكي بدينا جيم. طيب حلو المشكلة أغلب اللاعبين يروحون معي نفس المكان. أحاول أوصل أول واحد. الخفاش لقلق اللعبة. شوفوا واحد وصل قبلي قتلته. دائما يروحون نفس المكان اللي اريده نفس الوجه. اوكي اول شي ماكو احد بالبيت حتى اخذ اسلحة. شوتجن هاي اكو غرفة. اكو واحد يمي تحت الصندوق. زين هذا وينه؟ فوق. اوقف يريد يجيبني بالسنايبر رايفل. لا اوكي صممت شخصيتي حتى اللاج شوي يخوف. هاي الشخصية ما تاخذ اللاج قوي او تفر عن اللابتوب شوي يعني قليل. دائما الملابس الكثيرة او الكثيفة والتحركات تأثر على اللابتوب. خلي اللاعب مالتي يأثر علي سلبي يعني حتى بالحركة يعلق عليه. واللاعبين ايضا يعلقون بس يعني مو كلش. اذا وصلوا عندك يعلقون عليك. اوكي خلا قرر انزل مكان جديد على مود اللاعبين يبتعدون عني. انزل مكان بعيد اجمع اسلحة اجمع ادوات وبعدين اقعد اواجه واحد واحد. اوكي
اوكي وين ننزل؟ خلينا ننزل بهاي المدينة. يعني جالس اتكلم وياكم بينما لعبة وحدها ما اعتقد تحسون شيء، مجرد بس قتلات. يعني انا عندي لين عندي ظروف ومشاكل بالتصوير، ف ستيس كام يعلق علي اللعبة. اعتقد نزل لاعب هنا، اعتقد اكو لاعب عندي. هذي سنايبر، عندي حظ بالسنايبر. هذي شو جاني هذي؟ اوه هيد شوت. احسن حاجة يطوك لوت وآمو. بعد ما نحتاج هذا. واجهني عادي، خلي دمجني ورجع لي الدرع. اوه العصفة جتنا، زين قريبين. اعتقد اللاعب كان هنا لان هذا ناقص دم. لا فلت انا والزومبي جايك. لا طاحت بالبيت، مشكلة قرب على اللاعب، خاف يجيني يهاجمني مهاجمة قوية بالشادق انا اسلحة بيه راح يقتلني بالقوس. اما ما اقدر ادمجه من هاي المسافة. اوه جلاع فاهم حلو. إذا إلني يوصل عندي أحاول أفتح المكان وهم. وأنا متأكد اللاعب بعده بنفس مكانه. آه شفتك. لا تقتل نفسي. شنو هذا؟ هذا اللاعب يجيد استخدام القوس، مبروك عليه. شوف الحظ، احنا عايزين وش ما انت خلصت من الباندج. يلا عاد بموت بالزون اشرف لي بما هذا يقتلني. ما اعتقد اقدر الحقها، مسافة بعيدة. المشكلة هذا اللاعب لهاني، يعني كان لازم اقاتل الزومبي وهم.
احلى بيها. اوه والله عادي ماشي، ما قتلني اللاعب. المشكلة ما تقدر تحفظ لعب اللاعب، لكن واحد عنده خبرة باللعب تختلف عن اللاعب الثاني، يعني واحد يبني، واحد يجيك سلاح معين، واحد بالقوس، كل من اختصاصه. المشكلة أنا كل ما اقترب على اللاعب أسيطر عليه، بس راح يفضل يبني ويهاجمني بالشوقن، وأنا عندي لاج، كل ما اقترب عليه راح يزود اللاج عندي وأروح بيهم. لا نبه اوكي ليزي لينك. هاي المظلة ربحتها من الفوز هاشتاج واحد فزت الاول، بس كان الجيم مرة صعب، لعبته بدون قصة بالصدفة يعني ربحت. لا انا مانجر، شلون طبعا اللاعب بهالسرعة؟ ما ادري هذا اول واحد داخل المكان. طبعا اللعبة تخف اللاج مالها، يعني كل ما يضيفون اشياء كثيرة يزود اللاج، كل ما يقللوها شوي. يعني هذه الاشياء حق المكعبات اثرت شوي على اللعبة باللاج، ثم صلحوا بعض المشاكل. كانت لكم مشاكل بداية هذا السيزون تعلق عندي باللابتوب، حاليا ما قاعد تعلق بنفس اللاج السابق، شالوا بعض الاشياء ورتبوا بعض الاشياء. بس احلى شيء عجبني بهذا السيزون الاسلحة كثروها بدل ما يقللوها. افضل شيء عندي انا الاسلحة تزود ما تنقص. اروح عند سولتي سيفرينز الربيع المالح. تخيل المناطق اللي بالماب لما يكتبوها بالانجليزي يكتبوها بالعرب، يعني بالنسبة للعرب يقروها بالعرب بدل ما يقروها بالانجليزي على اسماء الواقعية. هو صار جلتش، دق الجرس قبل لا تدخل البيت. اوه زين، هذا شلون يلعب؟ اوه ما تعرف. هذا قوي طبعا، المشكلة انا جيت لقلق اللعبة اول ما رترني اطعني ضربة. عاد اصور لكم مقطع ثاني ان شاء الله، بس اريد احل مشكلة الكامتاسيا. طبعا الكامتاسيا يعلق على مشاكله، بس هو الوحيد اللي متوفر عندي واقدر اصور بيه مدة طويلة، باقي البرامج ما اقدر. البرامج تتوقف فجأة وما اقدر اسوي عليها اي مونتاج او يعني كامتاسيا هو الوحيد اللي عندي، بس ما اشوف فرق بين كامتاسيا التاسع والثامن. يلا خلينا شوف الماب استوى يا عمي، راح يلقلق شوية. حاول اتدخل للاعبين دخول قوي وهجوم ممتاز. واحد مثلا لا حاول انزل بنهاية الماب.
جاي سوار صدق لك. لا هذا السكن خرافي يعني، ان شاء الله ذا يعني نقود قليلة اشتري بلكي يجيبوه بالباتل باس، بس ما اعتقد اوكي خلونا هنا. لازم احصل مسدس. طبعا كل الاسلحة ماكو مسدس. صوت هذي سنايبر واحد من اللاعبين جاي يدمج أبيض. أنا قتلت بالمسدس أنا، مشكلة عندي لاج. حلو طاني ميت كيت. ماكو اي لاعب. راح ندخل توب 10. اللاعب ذا يهاجم الزومبي، عندي فرصة اني اهجم عليه. لحظة خلنا بالعاصفة. ماشي ما يشوفونا لا عليهم. ذاك واحد جايبني على يسار الشاشة. هل استعمل الميد كيت حلا؟ اوه جاي يصعد اعتقد ولا اثنين. واو جبته بالسنايبر كان قريب على الهيد. ذاك واحد فان هناك. جاي اشوفه. جاني.
ده كتاني صاعد ده فصل عن جميلي. المشكلة أول ما قدرني أموت لأن لاك قوي. يلا شباب مع السلامة، إن شاء الله أشوفكم مقاطع جديدة. لا تنسون دعم اللايك ودعمنا بالقناة إن شاء الله تعجبكم. ما قاعد أشوف دعم قوي بالقناة، هذي التفاعل شباب القناة حتى ننزل مقاطع جديدة عن فورتنايت. عبرنا على التعليق اللي صار بالمقطع، إذا واحد عنده برنامج زين بالتصوير أو مضمون يعني للفيس كام ينطينا رابط له إذا يحتاج يعني منا وقت. يعني أنا بحثت عن برامج كثيرة ما لقيت غير الكامتاسي واضطريت يعني أروح للكامتاسي. إن شاء الله ألاقي برنامج أفضل أو أشتري برنامج إذا يعني لقيت برنامج حديث وما يعلم. يلا أشوفكم بمقطع جديد، مع السلامة.